أهلا بكم في نقاش من الميادين وفي ملفاتنا اليوم. لبنان يصف قرار البرلمان الأوروبي بتشريع بقاء النازحين بالجائر والتعسفي ويحذر من تبعاته الاقتصادية والمالية. حرب استخبارات على داعش تؤدي إلى عمليات ناجحة للقوات العراقية والقضاء على خلايا التنظيم. قمة آسيان في جاكرتا جدول أعمال حافل بالأحداث الدولية الساخنة وتباين في مواقف الدول المشاركة، أي آفاق جديدة للتعاون بين الدول. لبنان يرفض قرار البرلمان الأوروبي بتشريع بقاء النازحين ويعتبره قرارا جائرا وتعسفيا وسيزيد الأعباء على لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومالية. تقرير عباس صبار. القرار الأوروبي جائر وتعسفي ومرفوض وسيزيد الأعباء على لبنان، هكذا تقاطعت المواقف اللبنانية في شأن قرار البرلمان الأوروبي دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان. فوزير المهاجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أكد للميادين أن الهدف من القرار الضغط على بيروت لوقف تنسيقها مع دمشق في شأن قضية النازحين. إذن أوروبا تشرع بقاء النازحين السوريين في لبنان من خلال قرار برلمانها الذي حظي بموافقة وازنة من أعضائه، ما يسقط كل الوعود السابقة بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم. رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية فادي علامي طالب الحكومة بتفعيل التواصل مع دمشق لترتيب عودة النازحين. نظرة موحدة في موقف موحد من كل اللبنانيين، يمكن هذا الملف الوحيد اللي كل اللبنانيين متفقين عليه، ومهم نواكب نحن عمل الحكومة، نواكب عمل وزير الخارجية. اليوم لبنان بهمه الإسراع بالعودة ليقدر يركز وياخذ المصادر التمويل والمساعدات واتفاقيات القروض اللي عم بتصير لدعم اللبناني. يعني هذا اليوم المواطن اللبناني عم يعاني وفي أولوية نقدر نحن نستفيد من كل المساعدات في خدمة المواطن اللبناني. أزمة النزوح السوري وبعدما كانت محط انقسام في البلاد أضحت تحظى بشبه إجماع داخلي لمعالجتها من أجل تخفيف الأعباء عن لبنان. مشكلة كبيرة تتطلب تنسيق مباشر مع الدولة السورية، ويجب تطبيق ما قاله وزير المهجرين عن سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح دفعة أولى و15 ألف كل شهر. هذا الأمر نوضع على السكة الصحيحة وانصفت النوايا اللبنانية الرسمية، نكون أمام حل ولو بداية لهذا الحل. طريق إعادة النازحين إلى سوريا معروفة وتمر حصرا بالتنسيق المباشر مع الحكومة السورية وعدم انتظار الوصفات الخارجية. لم يعد الموقف الأوروبي المعارض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم يحتمل التأويل، وما كان يحكى في الغرف المغلقة بات علنيا. تنصل أوروبا من تبعات هذه الأزمة الإنسانية وجعل لبنان المنهك اقتصاديا والمربك ديموغرافيا يتحمل مزيدا من الأعباء. عباس صباغ، بيروت، الميادين. معنا مباشرة حول هذا الملف من بيروت وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الأستاذ عصام شرف الدين. مع الوزير، حياك الله بداية، وحول هذا القرار، هل كان القرار مفاجئا وغير متوقع؟ لا طبعا، نحن نتوقع من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي وما شابه أنه يصدروا هيك قرارات، وأن تصريح تيري مارياني النائب الفرنسي أمس نيابة عن البرلمان الأوروبي أنه بلغنا أنه في قرار بالإجماع من أوروبا بإبقاء النازحين السوريين بلبنان، وكأنه طب نفسه تيري مارياني وزملائه البرلمانيين نصبوا نفسهم أوصياء على لبنان وعلى شعب لبنان وعلى النازحين وعلى سوريا. هم يتصرفون وكأن لبنان هي مستعمرة فرنسية كما كانت سابقا. هم يجب أن يعرفوا أن الرأي العام اللبناني والرأي العام العربي والسوري والعالمي ضد هذا القرار، ونحن كحكومة شجبنا هذا الموقف اليوم أعتبره قراراً مجحفاً وتعسفياً وجائراً ومشبوهاً. يعني هو معالي الوزير، القرار من حيث الشكل
قبل أن نبحث في المضمون والإجراءات وكيف يمكن التعامل مع هذا القرار من حيث الشكل، يعني يمس السيادة اللبنانية بشكل كبير، يتعامل مع لبنان كدولة فاقدة للقرار والسيادة، ويقرر عن لبنان إن كان اللاجئون يبقون على أرضه أو يغادرونها أو إلى آخره. يعني بمعنى أن هناك قرار من هيئة دولية تجاه دولة ذات سيادة، ولكن القرار بحد ذاته لا يراعي هذه المسألة. نعم، عودنا الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص على ممارسة سيادة الغطرسة، سياسة الغطرسة على كل دول العالم الثالث، وهذا واحد من الأمثلة. اليوم هذا الموضوع هو يصنف في السياسة، المطلوب كان هو تدمير سوريا ولم يحصل ذلك ولم تعجبه النتائج، وبالتالي يريدون استثمار 2,200,000 نازح للضغط على الدولة السورية وعلى لبنان. وللأسف كل هذا فيه له تداعيات على الاقتصاد اللبناني والبيئة، وحتى مستقبلا ديموغرافيا فيه كمان تأثير كثير. لما الدولة السورية أبدت تجاوب وكان عندها القدرة وعملنا نقاط تفاهم خلال زيارات الثلاثة وقدمت تسهيلات وتقديمات وفي عفو رئاسي حتى ضد المعارضين اللي حملوا السلاح، كل هاي الإيجابيات لم تتحملها الدول الأوروبية. لما شافوا في مبادرة جيدة وناجحة رح تتم قريبا بدأوا بالعرقلة، وحملات العرقلة بدأت من شهرين. يعني لما شافوا في عودة عربية للدولة السورية إلى الحاضنة العربية إلى الجامعة العربية، وكان مؤتمر عمان ناجح ومؤتمر الجامعة العربية بجدة ناجح، كل هذا أعطى أصدر. طيب معالي الوزير، عفوا، هذا القرار ألا يتناقض مع المبادرة العربية المطروحة الآن على سوريا التي يعني تعمل عليها بشكل مباشر الأردن وتبناها مجلس الجامعة العربية، مجلس وزراء الخارجية الجامعة العربية بالإجماع، وتحظى بدعم السعودية ومصر، القائمة على مبدأ الخطوة مقابل خطوة وموضوع اللاجئين في المقدمة، كما سمعنا تصريحات وزير خارجية الأردن عندما زار دمشق مؤخرا. ألا يعتبر القرار الأوروبي مناقضا لهذا التحرك العربي؟ تماما، هو جاء التوقيت. إذا بتلاحظ توقيت، يعني لما نبلشوا من شهرين يبحثوا مع لجنة حقوق الإنسان بفتح ملفات الكيماوي، شو الهدف منها؟ لما هلق عم يحكوا بفتح ملفات المفقودين، التوقيت هو بحد ذاته محاولة للفرملة، محاولة للادعاء بأنه سوريا هي دولة تعتمد، يعني هي دولة جائرة بحق اللاجئين وما فيها أمن إلى ما هنالك، كله إعلام هذا يدر الرماد والعيون. نحن كشفناهم وبينا أنه الخطة اللي عملناها هي خطة آمنة في إلى آلية للعمل. طيب معالي الوزير، القرار الأوروبي يتحدث عن تشكيل فريق عمل بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذلك الحكومة اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين. لا هل أبداً، حضرتك فهمها القصة بمؤتمر تيل جوزيب تيل اللي هو المسؤول عن الاتحاد الأوروبي المسؤول السياسي، كان تصريحه واضح وصريح أنه لن يتعاون حتى بالعودة الطوعية دون رقابة أوروبية. ومن ناحية تانية هذا الاتحاد نفسه يملي على المفوضية بأن يرفضوا أن نشكل لجنة ثلاثية. لبنان توافق، سوريا موافقة، يبقى أنه المفوضية توافق. للأسف خاضع لهذا الاتحاد وأشبه الاتحاد والغرب وأمريكا، هم رفضوا اللجنة الثلاثية. اللجنة الثلاثية هي الضمانة الصحيحة لأنه ينبثق عنها لجان في قرى العودة، وهي بتراقب العائدين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي والأمني. طيب هنا يعني معالي الوزير نتحدث عن البديل الأوروبي لهذه الدعوة لبقاء النازحين السوريين على الأرض اللبنانية. طيب ما هو البديل في ظل
يعني ضائقة اقتصادية يعيشها الشعب اللبناني وحالة يعني انهيار مالي تقريبا في البلاد، ما هو البديل؟ البديل آلية المساعدات التي كانت قائمة سابقا؟ هذه الحالة اللي وصلنا لها هي ضمن برنامج وأجندة مرسومة من التسعينات لإفقار البلد وإيقاع سوريا في مأزق وللاقتتال، ونحن نعرف شو عمل فلتمان وشو عملوا ميزانيات لحتى يصير في فتنة سني شيعي، نعرف شو عملت كلينتون وكيف أنشأت الداعش، كانوا بيريدوا طبعا كل انهيار وتدمير سوريا، ليس فقط تغيير النظام، إنه هن هدفهم تدمير سوريا وإيصال البلاد إلى هذه الحالة من الفقر، حتى يتلقونا بالبنك الدولي ويفرضوا علينا شروطهم ويستفيدوا بالسياسة من شمال شرق سوريا، استثمار بالقطاع النفط لأنهم موجود هناك وبدهم يشاركوا بالإعمار، وبدهم بلبنان يفرضوا خطط، وانت شفت ترسيم الحدود بلبنان كان لمصلحة إسرائيل لأنه في صار عبء اقتصادي علينا، خلينا نقينا أهون الشرايين. طيب هنا معالي الوزير، الإجراءات يعني القادمة أو أو المفترضة، ما العمل الآن بعد أن يعني انكشف ما كان يقال تحليلا أصبح بيانا رسميا للأوروبيين؟ نعم، في عنا نحن خطة قائمة على آلية عودة النازحين عودة آمنة أول شيء، وهيدي ما بتحتاج لا لفوضية لأنه نحن منقدم لوائح للأمن الوطني بسوريا، وهن بيشوفوا إذا في حدا عليه شيء خدمة علم أو دعوة جزئية أو قضائية بيبلغونا ما بيطلع، وبالتالي الموضوع الأمني انحل. هلا بموضوع السكن والعودة الكريمة الآمنة، مراكز الإيواء موجودة لاستيعاب 180 ألف شخص كدفعة أولى كمرحلة أولى يعني خلال شهر أو شهرين، من بعد منا 15 ألف. هلأ بالنسبة للمساعدات بدي ألفت نظرك، في بروتوكول من روسيا الفيدرالية أو الاتحاد الروسي مع سوريا بالمساعدة بسلة غذائية توازي المساعدات العينية تبع المفوضية، في إعادة بنى تحتية للقرى المدمرة كليا، في مراكز إيواء جاهزة لاستيعاب 180 ألف شخص، وبالتالي القصة الاقتصادية سهلة بسوريا، طبابة مجانية بسوريا، التعليم مجاني، وسائل النقل كثير أسعارها زهيدة ومقبولة، في إعادة توظيف لموظفين الدولة اللي بيرجعوا، في تسهيلات لخدمة علم بيروحوا بياخدوا وثيقة من القاضي بيلتحقوا بالوحدة العسكرية، اللي عم يشتغل برات سوريا قادر يدفع بدل ويكفي حياته، واللاجئ السياسي بيرجع في عفو رئاسي ممكن يستفيد منه. إذا من ناحية سورية كل شيء مأمن ومضبوط بكفالتنا، نحن عندنا برنامج واضح وصريح. هذا لم يعجب، هو الآن معالي الوزير لم يتم التصنيف، يعني حتى مسألة التصنيف اللاجئين على الأراضي اللبنانية، من يستطيع العودة، من لا يستطيع، من كم عدد من هم مطلوبون لخدمة العلم، من عدد المطلوبون بقضايا سياسية، من لا يوجد عليه أي شيء ويستطيع العودة بشكل طبيعي، يعني هذا أيضا التصنيف كان يقع على عاتق المؤسسات اللبنانية، أليس كذلك؟ صحيح، هاي الداتا كلين بلشت من 2011، ولكن يعني جت مؤخرة أحلى منه تضل بدون ما تبدأ. بالنسبة لخدمة العلم، هذا الملف بدك تعرف أنه في عندك 51% من أعمار فوق 18، عمر 18 اللي ما بيخضع لخدمة العلم، 49% نص الناس لا يخضعون لخدمة العلم، بدك تعتبر نص النص يعني 500 ألف يخضعون لخدمة العلم، عم تحكي عن 200 ألف. هودي فيهم حل، زي ما ذكرت في دراسة بتنعمل، في بحث بيصير بين أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مع وزير الدفاع السوري، نحن حطينا هذا الموضوع للبحث، ممكن يتأجل خدمة العلم، هي بترجع للدولة السورية، أنا ما بدي أحكي عنها، ممكن يأجلوها سنة كان رب العائلة رجع وضبط وضعه واستقر،
طب في نهاية المطاف معالي الوزير، يعني لا يوجد جيش في العالم يستقبل 200 ألف لخدمة العالم بشكل مباشر، يعني حتما 200 ألف سيوزعوا على سنوات طويلة لدخول لخدمة العالم، يعني من المستحيل أن يستقبل أي جيش 200 ألف دفعة واحدة لتأدية خدمة العالم. نقطة أخيرة معالي الوزير تتعلق بأيضا بيان الاتحاد الأوروبي الذي يتهم الحكومة اللبنانية بأنها سمحت بتصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، ما هو ردكم على ذلك؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. يوجد في لبنان 2,200,000 نازح سوري. بين اللبنانيين إذا في هذا العدد بيكون في مشاكل بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، بيكون في سطو مسلح، بيكون في تعديات، بيكون في جريمة هون وهناك، وهذا شيء طبيعي بالمجتمعات المكتظة، سيما أنه المجتمعات فقيرة. يعني حتى النازح السوري المتهم بأنه مرفه 90% منهم تحت خط الفقر، ليس كما يقال. إذن ما في عنصرية أبدا بلبنان، نحن استقبلناهم بالقلب رحب، نعتبر حالنا شعب واحد. هذا كلام مغرد من قبل الغرب، وهو كما ذكرت لك يعني يريد أن يضمر لنا الشر، كان بلبنان ولا بسوريا ولا بأي دولة ثالثة تقول لا لأمريكا. أمريكا تريد تحق هذه الشعوب، وشفناها بكثير دول. نعم، أشكرك معالي الوزير عصام شرف الدين وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، كنت معنا مباشرة من بيروت. اعتماد القوات المشتركة العراقية على الجانب الاستخباري في مواجهة داعش وفر قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات الخلايا المختبئة وأماكن وجودها، وهو ما سهل اعتقال وقتل عدد من المطلوبين، فضلا عن تدمير مضافاتهم في مناطق متفرقة من البلاد. تقرير محمد الفهد. بغداد في حرب استخبارية مفتوحة مع داعش، بعدما تلقى التنظيم ضربات قاصمة لقادته وعناصره أفقدته السيطرة على النقاط الجغرافية المعروفة في جميع مدن البلاد. جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالخلايا المختبئة مهمة تتبادل فيها الأجهزة الاستخبارية المختلفة الأدوار لتصبح متاحة أمام القوات الموجودة على الأرض أو القوة الجوية للانقضاض على الأهداف. اليوم الاستخبارات في الحشد الشعبي وفي القوات الأمنية أصبح لها الدور الكبير واليد الطولة بالسيطرة على كل الخلايا النائمة والقضاء على فلول الإصابات الإرهابية داعش، واليوم نعيش نعمة الأمن والأمان بفضل تضافر الجهود القوات الأمنية والحشد الشعبي. ما تنفذه القوات العراقية المشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الإرهاب يأتي ضمن خطة محكمة وضعتها بغداد لإنهاء أي استنهاض لتنظيم داعش من جديد عبر زيادة الارتكاز الأمني عند الحدود وتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط مستمرة في المناطق الرخوة أمنية. نحن الآن نجحنا فيما يخص قتالنا مع داعش الإرهابي، وبنيت منظومتنا الاستخباراتية والأمنية على ما نحن عليه الآن. يعني القتال في العراق والعدو اللي يعمل بالعراق احنا مسيطرين عليه تماما، سواء كان خرق أو مدعوم من الخارج. تصاعد وتيرة الهجمات الاستباقية التي يشنها الأمن العراقي قبل تسجيل أي خرق أمني عكس تطورا ميدانيا للمؤسسة العسكرية وخبرة متراكمة عقب حرب التحرير، يقول متخصصون. بغداد عازمة على مواصلة عملياتها لردع داعش بعيدا عن محاولات التنظيم الإرهابي خرق الميدان، وهي سياسة أضحت ركنا بارزا في استراتيجية السلطات العراقية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. حول هذا الموضوع معنا من بغداد الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية الدكتور أمير الساعدي. دكتور الساعدي حياك الله. بداية، ونشاط العمليات العسكرية والاستخبارية ضد داعش في العراق، هل هذا ما استدعى ذلك هو وجود خطر حاليا أو معلومات عن إعادة التنظيم لنشاطه مرة أخرى في بعض المناطق العراقية؟
مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكرام اينما كان. حياك الله. طبعا من الملاحظ اذا اردنا اوجزنا عمليه التقارير الصادره من الامم المتحده، من الملاحظ بان هناك على اقل تقدير في عام 21 كان هناك بحدود 359 عمليه ارهابيه في سوريا، يقابلها 1113 عمليه في العراق. ثم تراقص هذه سير العمليات في عام 22 الى 249 عمليه في سوريا يقابلها 483 عمليه في العراق، وبالتالي نلاحظ بان هناك هبوط كبير في عدد العمليات المنفذه داخل الاراضي العراقيه بالقياس مع تعاظم جهد وامكانات وقدرات، ليس فقط الجهد الاستخباراتي وحسب، بل هناك حرب أخرى قد تكون غير معلنة وواضحة المعالم ولا يتم التذاكر فيها على هذا الإرهاب الداعشي والقاعدي، وهو عملية وجود حرب أفكار وحرب إعلام يمكن أن تلاحق وتلاحظ عملية وجود هذا التوجس أو الوصول إلى المعلومة استباقيا من الناحية الاستخباراتية أو المخابراتية. وأذكر على أقل تقدير هناك نشاط ملحوظ لهذا التنظيم الإرهابي في وسائل التواصل المعولمة بمختلف مسمياتها ومختلف إمكاناتها وانتشارها، ويستغل حتى مقاطع اليوتيوب أو مقاطع المشاهدة على اليوتيوب أو أي انستغرام أو غيره وبالتحديد التليجرام لنشر هذه الأفكار المتطرفة، وبالتالي هناك حرب أخرى يخوضها كثير من وسائل الإعلام على أقل تقدير كان للميادين حضور واضح وكبير في حرب تحرير الأراضي العراقية من هذا التنظيم الداعشي القاعدي. وأذكر على أقل تقدير كان يوم 12 و13 من الشهر الحالي مؤتمر في واشنطن حضر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، وهو يخوض في غمار الجهات المتخصصة الدول التي خاضت حرب ضروس ضد تنظيم داعش من الناحية الإعلامية. أنا أركز على هذه الجنبة وعدم تذاكرها بكثير حتى أذهب إلى ميدان الاستخبار والأمن ثم العسكر في حربنا على تنظيم داعش، وبالتالي نرى بأن هذه الحرب القائمة هناك عملية تذاكر من قبل هذه الدول، وكان لي ونحن نعيش أيام خوضنا حرب تحرير مدينة الموصل كان دور هناك كبير لقناة الميادين بحيث أعلنت كانت أول مؤسسة إعلامية تعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل، وبالتالي حتى نستجمع قدراتنا وقواتنا ليس فقط في الجانب الاستخباراتي والعسكري في الميدان، ينبغي أن نلاحظ هناك ينبغي أن تكون حرب أخرى وهي حرب الأفكار على هذا التنظيم الإرهابي. هناك انتشار حسب تقارير الأمم المتحدة التي أرجع إليها، أنا أتكلم عن تقارير عام 2023 بالتحديد، هناك تقول بأنه على تنظيم داعش يستطيع أن ينفذ كثير من العمليات لوجود ما زال التمويل لديه كبير بحدود من 25 إلى 50 مليون دولار منتشرة على شكل استثمارات متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وغرب آسيا، وبالتالي علينا أن نبحث على شبكات التمويل تلك وليس فقط الخلايا المتأهبة، وأنت ذكرت بمقدمتك الكريمة وجود خلايا مختبئة وأنا أسميها غالبا خلايا متأهبة تنتظر ساعة الصفر لتقوم بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية لخوض غمار المواجهة أما مع قوات المسلحة وفي بعض الأحيان ضد المدنيين. دكتور، هل تنظيم داعش في العراق ما زال قادرا على الاستقطاب والتسليح وترميم العتاد مرة أخرى وكيف؟ أحسنت، هذه نقطة جدا جوهرية ومهمة في خوضنا حرب ضد تنظيم الإرهابي الداعشي. ما زال لدى التنظيم حتى نكون أكثر دقة ووضوحا ونعالج الأمر بشكل براغماتي لازم أن نعرف هذا العدو. لديه الإمكانات والقدرة على عملية إعادة التمويل، وتبدأ عمليات التمويل بشكل مافيوي. لماذا بشكل مافيوي؟ وهو يعتمد عمليات التهريب، عمليات الخطف، عمليات الابتزاز وفرض الاتاوات، ولا سيما نشهد مع كل يعني اضرب مثال واحد فقط، مع قرب كل موسم حصاد في العراق نشهد بعض عمليات الحرق المتعمده من قبل هذا الارهاب، يعني حسب احصائيات عام 21 22 كان بحدود 3 الى 5% من الحرائق التي اصابت المحاصيل الزراعيه في العراق كانت هي متعمده نتيجه الارهاب، والعمليه التي حصلت في مقدمه هذا العام هو عمليه محاوله خطف احد الفلاحين اثناء عمليات الحصاد وكان متنكرا بملابس للأسف أقول ملابس عناصر القوات المسلحة العراقية، وبالتالي علينا أن نركز بأنه هذه الحركة وإن كانت ليست كبيرة ولا تشكل عملية خرق واضحة لكنها تبقى هي عملية إقلاق لأمن واستقرار العراقيين. أذكر يعني عندما يقوم إرهابي واحد فقط إرهابي واحد بعملية تفخيخ
أو نشر عبوة ناسفة أو عملية تفجير نفسه أو قيامه بهجوم على ثكنة أو نقطة عسكرية أو نقطة مراقبة أو سيطرة، فهي عملية إقلاق لأمن واستقرار كل لا. الشعب العراقي. وبالتالي نحتاج إلى عملية زيادة هذا الجهد الذي ذكرته جنابك، وهو نقطة جدا مهمة، وهو زيادة العمل الاستخباراتي والأمني، وهذا ما نجتهد فيه حاليا وما نقوم به وبتحقيقه. وأضرب أمثال ليس فقط على الداخل العراقي، وأنت ذكرتم في تقريركم قبل قليل عبر مراسلكم محمد الفهد موضوعات وجود جهد استخباراتي متنامي، وذكر بأنه العراق قام بخزان المعلومات الذي يمتلكه، لدينا خزائن كبيرة، يعني استطعنا أن نعتقل الخط الأول، وبعمليات وكمائن تمت بمشاركة دوائر مخابراتية من دول الجوار، وتم اصطياد هؤلاء واستقدامهم العراق، وكان آخرها عملية تنفيذ يعني حتى عمليات قتل أبو الحسين الهاشمي القرشي، ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي، تم قتله بمعاضدة وتقديم معلومات مهمة من قبل الاستخبارات العراقية إلى جهد التحالف الدولي الذي نفذ ضربة. وكانت هناك ضربات آخرها كان في شرق سوريا لأحد قيادي ميدان تنظيم داعش في شرق سوريا، كانت بالتعاضد وتقديم المعلومات الدقيقة من قبل جهاز الاستخبارات العراقي. وآخرها قبل بضعة أيام هو عملية قتل ما يسمى أبو أسامة المهاجر، وهو زعيم تنظيم داعش الإرهابي، كان أيضا بتعاضد ودور استخباراتي لا يستهان به من تقديم المعلومات. طيب دكتور، إلى التحالف الدولي الذي استطاع أن يصطاد هذا بطائرة مسيرة. في أيار مايو الماضي انطلقت عملية سميت بسيوف الحق، وأعلنت القوات الأمنية العراقية عن حصيلة هذه العملية، كانت تقريبا 40 أو 45 ما تعرف بالمضافة أو الأوكار لتنظيم داعش في مناطق مختلفة من العراق. اليوم أيضا هناك تنشط عملية جديدة وتشن عملية جديدة ضد التنظيم. هل هناك تقديرات دكتور لأعداد التنظيم وقدراته وأماكن تواجده في العراق؟ حسب تقارير الصادرة من أولا دار التخطيط الاستراتيجي في البنتاغون والأمم المتحدة، تقول هناك بحدود من 5000 إلى 7000 مقاتل يعني بين العراق وسوريا. تقارير الاستخباراتية العراق تقول بحدود 1500 إلى 2000 مقاتل بالحد الأقصى. مع مراجعة على أقل تقدير التقارير التي ذكرتها جنابك في العمليات الأخيرة والتقارير التي صدرت من جهاز مكافحة الإرهاب بما تم قتله والقضاء عليه من تنظيم داعش الإرهابي، قد تكون النسبة الحالية لتواجد عناصر تنظيم داعش من المقاتلين، أنا أركز هنا على المقاتلين، لأن هناك من حملة الأفكار والتطرف الذي لم يظهر العنف لحد هذه الساعة، وهم متاهبين إن كانت هناك تتوفر الوسائل والأدوات لظهورهم، وهو لا تتجاوز بالحد الأعلى 1500 عنصر من هذا التنظيم، بالحد الأعلى لتنظيم داعش 1500 عنصر متواجد على الأرض العراقية. عملية انتشارهم هذه النقطة الأهم التي ينبغي أن نسلط الضوء عليها. ما زالت هناك مناطق صعبة التضاريس ومعقدة الطوبوغرافية ينتشر بها. سأذكر فقط مثال واحد، العملية الأخيرة التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب بإنزال جوي ليلي على في أحد المناطق في كركوك، واستطاع أن يقتل 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. هذه لم تمضي العملية على أقل من أسبوع واحد فقط. وبالتالي نرى بأن سلسلة جبال حمرين التي تمتد من كركوك وتنتهي في محافظة واسط، سلسلة جبلية عفوا عريضة منتشرة، وكذا الأمر مع سلسلة جبال مكحول، ثم نذهب إلى البوادي والصحارى في مناطق الأنبار فصلاح الدين فنينوى التي ما زالت بها بعض المكامن لهذا التنظيم الإرهابي. هناك عمليات كثيرة قامت بها قواتنا المسلحة، أجهزتنا النخبوية من جهاز مكافحة الإرهاب رد السريع، كذا الأمر مع قيادة الحشد الشعبي التي تتعاضد في العمليات الكبرى التي تقوم بها أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية أيضا. ما زال العملية بالتفتيش مستمرة. أذكر يعني على أقل تقدير اليوم كانت هناك عملية تفتيش قامت بها إحدى ألوية الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر، وللأسف سقط أحد الشهداء من مقاتلي الحشد الشعبي نتيجة وجود عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة. وبالتالي ما زالت العمليات في عملية التمشيط والبحث جارية، والمسح عبر عدة أجهزة تبدأ من جهاز استخباراتي مرابط على الأرض، ثم تنتهي بطائرات المراقبة من
قواتنا المسلحة إن كانت عبر طائرات السي كي 4 أو غيرها لدى القوات القوة الجوية العراقية أو سلاح طيران جيش، لكننا نحتاج إلى المزيد من التقانة ومزيد من عملية المتابعة والمسح ونزيد عفوا استمرار وديمومة عملية التطوير حتى نستطيع أن نقطع دابر هذا التنظيم في نقاط وثغرات التي يتوافر بها. ودعني بس أذكر في منطقة واحدة سمحت لي، نتكلم على مناطق الاهتمام الأمني المشترك بين إقليم كردستان وبغداد، ما زالت أيضا تشكل هاجس كبير لوجود هذه الثغرات وتقاطع الصلاحيات والمسؤوليات بين حكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان، وإن كان هناك تعاضد وتعاون لكن ينبغي الاهتمام به والانتقال إلى مرحلة متطورة أكثر بالتعاضد والتشارك على أقل تقدير بنشر اللوائين التي عقدت اللجنة العليا المشتركة بين بغداد وأربيل نشرهما والذين لم يأخذوا دورهما بشكل كبير لحد هذه الساعة. طيب دكتور الساعدي، وباختصار التنظيم في العراق معزول تماما عن السياسة سواء كان الداخلية أو الخارجية، أم أن التنظيم يستفيد من حالة انقسام سياسي في العراق ربما يحظى، أو هناك جهات سياسية عراقية تستثمر في التنظيم بشكل مباشر أو غير مباشر، جهات خارجية أيضا، هل التنظيم مرتبط بالصراع السياسي المحلي أو يعني السياسات الخارجية التي تستهدف العراق، أم هو معزول تماما عن هذه التجاذبات؟ حتى نكون واقعيين، فيما يجري على الأرض العراقية ليس في العراق وحسب، بل كل الدول التي ينتشر بها تنظيم داعش، انظر ما يحدث في جنوب وغرب وشمال أفريقيا. غالبا ما يستثمر تنظيم داعش الإرهابي وكل الجماعات المتطرفة عدم وجود استقرار سياسي، هي الورقة الرئيسة والأولوية الأولى لعملية انتشار، وإن لم توجد هذه الورقة فيقوم بعملية إحداثها عبر أما فتنة طائفية أو قومية أو مناطقية بالأحرى، ليستطيع أن يعتاش طفيليا في تلك المناطق لتوفيرها الأجواء. هل هو بعيد عن موضوع تقاطع المصالح الخارجية باللعب بورقة تنظيم داعش؟ الأمر لا يمكن استبعاده، وقد حصل مع نشوء هذا التنظيم وشهدنا كثير من المسلمات والدلائل على وجود تدخلات خارجية في اللعب بورقة تنظيم داعش في الساحل العراقية. الآن هناك عملية استتباب سياسي كبيرة وملحوظة بعيدا عن الملف الداخلي الذي يمكن أن يشهد بعض عمليات التقاطع والاختلاف نتيجة استعدادنا لخوض انتخابات قادمة. قد يستثمر هذا التنظيم الإرهابي بورقته بشكل أو بآخر، لكن من المستبعد الآن بعد الدعم الكبير الذي نشهده داخليا وخارجيا ودوليا لحكومة السيد السوداني حاليا، وبالتالي نحتاج إلى أن نركز على هذه النقطة إذا سمحت لي بعشر ثواني، بأن وجود هذا الدعم الداخلي والخارجي لحكومة السوداني قد يبعد ملف استخدام ورقة داعش بشكل كبير للتأثير على الورقة السياسية. نعم هي حاضرة لكن لا يمكن الجزم بأنها ستستخدم في الأيام القادمة على أقل تقدير في الانتخابات القادمة. دكتور أمير الساعدي الخبير بالشؤون السياسية والعسكرية من بغداد، أشكرك جزيل الشكر. فاصل قصير نواصل بعده نقاش. جددا حياكم الله. تنعقد قمة آسيان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بجدول أعمال حافل بالأحداث الدولية الساخنة وسط تباين في آراء الدول المشاركة في مقابل أفاق جديدة فتحت للتعاون بين الدول. تقرير فرح عمر. التوتر في بحر الصين الجنوبي، أزمة ميانمار، والتعاون الاقتصادي مواضيع رئيسية هيمنت على اجتماع وزراء الخارجية في قمة مجموعة آسيان المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بحضور واشنطن وموسكو وبكين. غرماء السياسة اجتمعوا على هامش قمة ذات جدول أعمال حافل بقضايا الأزمة الدولية، ويشتمل برنامج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على لقاء كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي على هامشها ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضا.
واشنطن تتدفع لتحجز مكانا لها في هذا الحيز الجغرافي بعد إعلان روسيا تعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، وتأكيد وزير الخارجية الروسي أن بلاده بصدد تكثيف هذا التعاون ولا سيما في مجال أمن الغذاء والطاقة. أجندة العمل تتضمن مبادرات جديدة في مجال رقمنة الاقتصاد وتطوير المدن الذكية. هناك أفاق جيدة للتعاون في مجال ضمان أمن الغذاء والطاقة وفي مجال التعليم. موسكو تؤيد باستمرار تعزيز الهيكل الأمني الذي تمثل آسيان مركزه، والذي ينبغي أن يظل أساساً للأمن والتنمية المستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تحديات كبيرة تحيط بقمة آسيان. آراء الدول الأعضاء تتباين في قضايا رئيسية، ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة السياسية في ميانمار والتوتر في بحر الصين، ما ينذر باحتمال عدم التوصل إلى اتفاقيات حاسمة بشأن هذه القضايا كما جرى سابقا بشأن قضية أوكرانيا. لكن التحديات القائمة لا تلغي الآفاق الجديدة للقمة، وأبرزها انضمام السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا. نرحب بالمملكة العربية السعودية في أسرة آسيان. معا يجب أن نعمل كقوة إيجابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. زخم دولي تشهده قمة مجموعة آسيان مع تعاظم نفوذها الاقتصادي وتبوئها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والخامسة في العالم، ما يجعل سوقها الاقتصادية يتضاعف ولا سيما بعد توقيعها اتفاقيات شراكة مع دول عديدة سعيا إلى تحقيق أهداف قممها وعلى رأسها السلام والازدهار في جنوب شرق آسيا. حول هذا الموضوع وهذه القمة معنا من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور إدمون غريب. دكتور إدمون غريب، أسعد الله مساءك. بداية، بين أزمة ميانمار والأزمة العالمية الأكبر والأوسع التي خاصة هذه القمة ستجمع الصين، الولايات المتحدة وروسيا، ما هو المتوقع دكتور غريب من نتائج ممكن أن تحققها هذه القمة؟ أولا أعتقد أن هناك بعض النتائج الإيجابية ربما التي قد بدأنا نرى بعض المؤشرات حولها، ومن أبرزها طبعا هو احتمال الاتفاق على أنه يجب التوصل إلى معاهدة بين دول آسيان والصين حول المناطق المختلف عليها في منطقة بحر الصين الجنوبي. وهذه الخلافات هي بين الصين وبين أربع دول هي أعضاء في آسيان، وهي إندونيسيا والفلبينز وماليزيا وفيتنام. وبالتالي هناك كلام أيضا أنه خلال هذه المدة يجب التوصل إلى اتفاق، وبدأ العمل على تشكيل مجموعة عمل من خبراء ومن دبلوماسيين لبحث هذا الموضوع وفي جميع أبعاده، وأنه على الأقل يجب أن يكون هناك اتفاق أو معاهدة خلال 3 سنوات. المسألة الأخرى أيضا المهمة التي قد نراها هو أن هذه هناك أيضا حديث عن معاهدة التوصل إلى معاهدة عدم اعتداء بين الصين وبين دول آسيان، وهذه تحركات مهمة جيدا، وأعتقد أنها تعكس رغبة دول آسيان، لم يكن كلها ولكن يبدو أنه إذا اتفقوا على هذا الأمر فإن هذا يعني بأن هناك نوع من الإجماع على هذا الموقف، لا يريدوا أن يكونوا إما في إلى جانب الصين أو إلى جانب الولايات المتحدة أو إلى جانب روسيا أو الولايات المتحدة في الصراع الدائر بين هذه الدول، لا بل أنهم يفضلوا أن تكون لهم علاقات اقتصادية وحتى عسكرية أيضا جيدة مع هذه الدول، ولكنهم لا يريدوا أن يدخلوا في تحالفات لا ضد الصين وحلفائها وأصدقائها ولا ضد الولايات المتحدة وأصدقائها ولا ضد روسيا أيضا، لأن
هذه الدول تفضل أن تبقى تقيم علاقات جيدة مع جميع الأطراف وتحاول قدر الإمكان المساعدة على حل النزاعات عبر المفاوضات والطرق السلمية، وهذا ما عبر عنه عدد من قادة مجموعة آسيا. طيب إلى أي حد دكتور غريب تشكل هذه القمة فرصة قد تكون نادرة في الظروف الحالية، في الظروف السياسية الحالية، لفتح نقاش بين القوى الدولية المتقابلة، الصين، الولايات المتحدة وروسيا؟ بدون شك هذه من أهم، أعتقد أن أهمية أيضا هذه القمة هي وجود وزير الخارجية الصيني السابق، وهو الآن أبرز المسؤولين عن السياسة الخارجية، وانغ يي، ووزير الخارجية الأمريكي بلينكين، ووزير الخارجية الروسي لافروف. ولا نعلم إذا كان لافروف قد اجتمع أو سيجتمع مع نظيره الأمريكي، ولكن هناك اجتماع بين الوزيرين الأمريكي وبين المسؤولين الأمريكي والصيني، ويبدو أن هناك رغبة من قبل الطرفين على الأقل في المحاولة للتوصل إلى تخفيف حدة التوترات بينهما. لا أعتقد أننا سنرى فعلا أي حل للنزاعات بين الجانبين، وذلك خاصة أننا سمعنا مثلا من الصينيين من ناحية الولايات المتحدة تقول بأنها لا تريد بناء أو ضم دول في منطقة جنوب شرق آسيا إلى حلف شمال الأطلسي، وهذا ما ذكرته السفيرة الأمريكية إلى حلف شمال الأطلسي، وقالت نحن نريد كسر الحواجز بين حلفاء أمريكا في المنطقة الأطلسي وحلفاء أمريكا في منطقة المحيط الهادئ، للنظر في التحديات المشتركة المتعلقة بالأمن السبراني، بالتقنية الناشئة، الارتفيشال انتليجنس، الأمن البحري، وأن هناك عدد من القضايا التي يمكن التعاون عنها. ولكن في نفس الوقت أيضا الذي سمعنا بأن هناك على الأقل نوع من أجواء أفضل بين، خاصة بعد زيارة يلن وزيرة المالية الأمريكية إلى الصين من تلك التي شاهدناها بعد زيارة بلينكين، يبدو أن هذه قد هناك على الأقل بعض الدفء في بعض التصريحات. ولكن على الرغم من ذلك رأينا أن بكين انتقدت البيان المشترك لحلف شمال الناتو ولقمة المجموعة السبع، وقالت أن هذه البيانات والتصريحات التي يصدرها حلف شمال الأطلسي تشكل تهديد للمصالح والأمن الصيني وللسياسات القصرية، وأنها واشنطن تتبع سياسات قصرية ضد دول مثل الصين وروسيا، وأن هذا يجب أن يتوقف، وأن أيضا اتهمت الولايات المتحدة وحلفائها في ناتو بأنهم يسيئوا تفسير أو يسيئوا التعبير أو تمثيل موقف والتصريحات الصينية، وبالتالي فأنه هذا يظهر بأن هناك خلافات حقيقية. وبالنسبة يعني لرؤيتي على المتواضع على الأقل فيما يتعلق هذا الموضوع، أعتقد أنه في الوقت الذي يجب أن نصغي إلى الأقوال ونهتم بها، إلا أنه ما هو أهم من ذلك سيكون الأفعال، وهذه هي التي ستدل على ما إذا كان هناك سيكون تحسن أو تخفيف فعلا حقيقي في حدة النزاعات، أم أننا هذه مجرد محاولات دبلوماسية. بالنسبة لدكتور دكتور غريب، بالنسبة لصيغة بحر الصين الجنوبي، هي نقطة توتر متصاعدة ويتزايد الاهتمام الدولي فيها تحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. في العام 2012 أخفقت قمة آسيان في إصدار بيان مشترك حول صيغة بحر الصين الجنوبي، لكن الوضع الآن لا يبدو أفضل من ذاك العام، أليس كذلك؟ فعلا لم يتم التوصل إلى تفاهمات، وهناك خلافات بين أيضا حتى بين دول آسيان نفسها حول قضايا أخرى، وبما في ذلك أيضا الخلاف بين الدول الأربع التي ذكرتها في البداية والصين. ولكن أعتقد أن هذه المرة هناك على الأقل محاولة جدية، وأعتقد أن فكرة هذه أول مرة نسمع به أنه إمكانية التوصل إلى معاهدة عدم اعتداء بين الصين ودول آسيا، وبالتالي إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فإن هذا سيكون تطور مهم جداً.
ولكن طبعا يجب الانتظار كما قلت وكما تفضلت حضرتك وأشرت إلى الأفعال، إلى الدور الذي تلعبه الحقيقي لهذه الدول. ولكن في نفس الوقت أن هناك مشاركة أكبر، مثلا رأينا هذه المرة هناك ممثل لكوريا الشمالية، رأينا مثلا أنه في قمة في الناتو كان هناك مشاركة من أستراليا، نيوزيلندا، ومن اليابان، ومن كوريا الجنوبية. إذا على الأقل هناك محاولات لأن يكون هناك نوع من الحوار، وهذا ما ركز عليه أيضا الجانبان الأمريكي والصيني، أنه يجب على الأقل إبقاء قنوات التواصل مفتوحة. وعلى الرغم هناك الآن قنوات تواصل تجارية وسياسية واقتصادية، ولكن حتى الآن وعلى لا يزال لا يوجد قنوات اتصال بين القيادات العسكرية الأمريكية والقيادات الصينية. القيادة الصينية لا تزال ترفض، ولكن كان هناك أمر مثير يوم أمس، ولأول مرة حسب علمي نرى شيء من ذلك. السفير الصيني ذهب إلى وزارة الدفاع الأمريكية والتقى بالمسؤولين العسكريين هناك. لا توجد معلومات كثيرة أو تفاصيل حول ما جرى، ولكن دون شك أن موضوع التواصل أيضا قد يكون بين ذلك، وموضوع حرية الملاحة. هذه بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة طبعا ليس لها حدود في هذه المنطقة، ولكنها ترى بأن لها مصالح حيوية، وخاصة موضوع حرية الملاحة في مضيق تايوان وفي تلك المنطقة، لأن هذه حوالي على الأقل حوالي 40 إلى 50% من تجارة الولايات المتحدة تمر عبر هذه المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية هذه التحركات الأمريكية. وهناك أيضا نقطة سريعة لو سمحت، خلافات، أن هناك خلافات داخل واشنطن أيضا. هناك خلاف بين مجموعة تمثل القيادة الديمقراطية وزارة خارجية، وهي ما يسمى دي ريسكينج أو تقليص المخاطر في العلاقات مع الصين والحفاظ على علاقات مهمة تجارية، خاصة أن البلدين لهما مصالح، هناك يعني حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين وهي غالبيتها لصالح الصين، ولكن هناك حوالي 700 مليار دولار سنويا، وبالتالي فهذه مهمة جدا. وإن كان هناك تقلص في الفترة الأخيرة، هناك عقوبات، رأينا الصين مثلا تفرض عقوبات في مجال الجاليوم المعادن النادرة والجرانيوم، وهي مهمة جدا، السيارات الكهربائية وغيرها. ولذلك فأن هذه التحركات مهمة إذا بقيت، ولكن الخلافات عميقة وحادة ولا تزال بين الجانبين. وفي الولايات المتحدة هناك الجمهوريين الذين يطالبوا بالديكابلينج أو طلاق بين الصين وبين الولايات المتحدة، ويتهم الصين بأنها هي وراء تصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة التي يموت حوالي 100,000 شخص أمريكي بسببها. شكرا دكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. حلقة نقاش لهذا اليوم انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.